هذه الفترة الأخيرة. البث ده حنتكلم فيه عن رسول الله من المكان الذي تم استقبال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. نحن الآن يا كرام في مكان كان يجلس فيه رسول الله، وكان فيه أبو بكر، وكان فيه الأنصار، وفيه بيت صحابي جليل. الآن أنا هشرح لكم إيه اللي حصل في هذا البستان، أين كان يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالتحديد، وما الذي حدث هنا، وما اسم هذا البستان. الآن يا كرام نحن في بستان المستظل وعند بئر عذق. ده اسمه بئر عذق، وده اسمه بستان المستظل. بستان المستظل يا إخواني أهميته عظيمة جدا، لأن في هذا المكان، في هذا البستان، استقبل الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة، كان الأنصار كل يوم بيخرجوا إلى خارج المدينة حتى ينظروا أين وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء اليوم الذي جاء وصل فيه النبي إلى المدينة المنورة. فوصل النبي ومعه سيدنا أبو بكر الصديق، ومعه سيدنا عامر بن فهيرة خادم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فجاء الأنصار واستقبلوا النبي ودخلوا في هذا الحائط هنا عند سيدنا كلثوم ابن الهدم. ده بيت الصحابي كلثوم ابن الهدم، صحابي جليل من أنصار رسول الله من المدينة المنورة. هنا نزل رسول الله واستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ليه يسمى البستان ببستان المستظل؟ لماذا سموه بستان المستظل؟ لأنه هنا يا إخواني في هذا المكان حدثت الحادثة الشهيرة المعروفة، حادثة إضلال سيدنا أبو بكر رأس رسول الله من الحرب. تخيل أنك تدخل مكان فيه قدم رسول الله، تخيل أنك تدخل مكان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بنفسه. اللي حصل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وصل هنا في عز الحرب، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذا المكان اللي هم عملوه دلوقتي كصفة هكذا، في هذا المكان بالتحديد. ولذلك بعض المؤرخين يقولون أن في هذا الموطن بالتحديد كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جانبيه أبو بكر وعامر بن فهيرة، في هذا المكان بالتحديد. لما ارتفعت الشمس واشتد الحر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام سيدنا أبو بكر فخلع قميصه وعمله عمله كأنه ظله فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستطيع أن يحمي رأس النبي عليه الصلاة والسلام من الحر. هذه الحادثة حدثت ها هنا. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا البستان. طبعا البستان هنا فيه خيمة، يعني كأنهم يريدوا أن يقولوا لك أنه كان في هذا الوقت كان يوجد خيمة، هذه خيمة في بستان المستظل الذي دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما أنتم شايفين هذه خيمة قديمة كما نرى. استقبل الأنصار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البستان، وكان صاحب البستان هو سيدنا كلثوم بن الهدم صاحب هذا البيت. هذا إخواني بئر عذق الذي كان يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. هذا هو بئر عذق. تعال أولا البئر يا إخواني، ليس هذا هو البئر، دي مضخة ماء عادية، إنما البئر مكانه هنا. هذا هو البئر، مكان البئر الحقيقي هو ده. هذا هو بئر عزق، لكن طبعا مغطيينه ومصورينه بسور ومحوطينه بالحجارة علشان ما حدش يقع فيه، ومغطيينه بغطا، وفي مضخة ماء بترفع الماء إلى هذا الحوض. وهذا الحوض يا إخواني كان الناس يتوضؤون منه في القديم حتى يصلوا في مسجد قبة. مسجد قبة هناك كده في هذا الشارع، فكانوا يتوضؤون من هذا الحوض. هذا هو بئر عزق الذي كان يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه وعلى حوافه كان يجلس النبي وأصحابه. كان في هذا المكان سيدنا رسول الله، كان في هذا المكان سيدنا أبو بكر، كان معهم سيدنا عامر بن فهيرة، كان في هذا المكان سادة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أرجو الإخوة الكرام فضلا لأمرا أن يقوموا بعمل شير، خلوا الناس في الدنيا كلها تشوف أين كان يجلس النبي وأين كان معه أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده بئر عزق زي ما قلنا، وهناك كده بستان المستظل، المكان اللي ظلل فيه سيدنا أبو بكر رأس رسول